السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة جديدة من مراجعة دروس اللغة العربية للصف الثالث الثانوي من خلال قناة السكول. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أحد دروس القراءة، وهو درس القدس مدينة عربية إسلامية. درس القدس من الدروس المهم جدا، وفي نقطة مهمة جدا بحاول أنا أكررها في كل لقاء معكم، وهي أهمية معاني الكلمات، المفردات والجمع والمضاد ومرادف الكلمة والمقصود والمراد منها. درجات كتير جدا ممكن تضيع من أي طالب بسبب عدم اهتمامه بمعاني الكلمات. ياريت نركز قوي على معاني الكلمات ونحفظها كويس جدا. درس النهاردة ليه مرجعية تاريخية كبيرة جدا، هنتكلم فيه وهنوضح بالأسئلة والإجابات النموذجية كل النقاط الهامة جدا. لو حضرتك جاهز يلا معانا نبدأ مع بعض مراجعة درس القدس مدينة عربية إسلامية. الدرس بيدور في عدة محاور، يعني هنتكلم عن القدس كمدينة دينية لها مكانة دينية كبيرة جدا بين الأديان السماوية. هنتكلم كمان عن نشأة القدس وأول من سكنها، معلومة جديدة وجميلة. هنتعرف على دخول الإسلام في عهد عمر بن الخطاب إلى القدس. بعد كده هنشوف الحملات الصليبية اللي استولت على القدس، ثم دور صلاح الدين الأيوبي في خروج الصليبيين، وهنتكلم على الأمن والسلام اللي كان بتعيش فيه القدس في ظل الدولة الإسلامية. تعال نبدأ مع بعض القطعة الأولى أو السؤال الأول. القدس أو أورشليم أو دار السلام أو مدينة العدل أو يابوس أو إلياء، كل دي أسماء لمدينة القدس على مر التاريخ. هي مكتلى نور عين موسى بالديانة اليهودية، ومهوى قلب عيسى الديانة المسيحية، ومصرى ومعراج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الديانة الإسلامية، إذن هي مهد الديانات الثلاثة، وهي قدس الأديان الثلاثة وقبلة الإسلام الأولى زي ما احنا عارفين، ومعبد الشرق والغرب، وأروع مدن العرب الكنعانيين، وده هنتكلم عنها كتير، ورمز وحدة دين الله الواحد القهار. بوركت وبورك ما حولها، كانت درة متألقة في تاريخ العرب والمسلمين عبر العصور، وكانت زهرة المدائن وما تزال إلى أن يشاء الله. طيب السؤال الأول وهو معاني المفردات. معنى كلمة مجتلى، مجتلى هو مكان النظر، يبقى كلمة مجتلى معناها مكان النظر. طيب ومضاد أروع، طيب معنى أروع أجمل، يبقى مضاد أروع أسوأ أو أقبح. المدائن مفرد المدائن المدينة، يبقى زي ما كلمة المدينة جمعها مدن فجمعها أيضا مدائن. ننتقل للسؤال الثاني على نفس الشريحة. لما تعد القدس زهرة المدائن؟ ليه مدينة القدس تعتبر هي زهرة المدائن أو أجمل المدن؟ للجانب الديني، لأنها مجتلى عين موسى ومهوى قلب عيسى ومصر ومعراج نبينا محمد، وهي قدس الأديان الثلاثة وقبلة الإسلام الأولى ومعبد الشرق والغرب وأروع مدن العرب الكنعانيين ورمز الوحدة ورمز وحدة دين الله الواحد القهار. إذن لو لاحظنا إن إحنا إجابة السؤال من جوه الإيه القطعة اللي قدامي، وده وارد جدا إن حضرتك تلاقيه في السؤال اللي هيجي لك، إن ممكن سؤال من ضمن الأسئلة الثلاثة أو الأربعة اللي بيكونوا موجودين بتكون إجاباتهم من داخل، أو سؤال منهم أو اتنين من داخل القطعة اللي حضرتك أو اللي موجودة قدامك. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده. يزعم اليهود أنهم هم الذين أنشأوا القدس، فبما ترد عليهم؟ لو إحنا لاحظنا السؤال هنلاقي بقى السؤال ده مش موجود حاجة عنه في القطعة، ولكن من سياق الدرس كلنا عارفين أن اليهود زعموا أنهم هم الذين أنشأوا القدس. طيب إحنا نرد عليهم نقول لهم إيه؟ لازم نجيب الدليل اللي يعني يقضي على هذا الزعم. طب إيه الدليل اللي عندنا؟
والله نقول لهم لا، القدس مدينة عربية خالصة. طب ايه الدليل اللي عندك؟ هنقول تؤكد المصادر التاريخية أن ذلك حيث أنشأها العرب الكنعانيون منذ آلاف السنين، وكانوا يسمونها أورشليم أو أورشليم أو مدينة السلام. وتفرع عن الكنعانية بطون عدة من العموريين واليبوسيين والآراميين والفينيقيين، كل دول أصحاب حضارات كانت موجودة في هذا المكان. وكان فتح عمر بن الخطاب دليلا على أنها عربية عادت لأصحابها. يبقى أنا هنا كل اللي قدرت أعمله إن أنا بحاول إن أنا أخلص من هذا الزعم وأؤكد بالمصادر التاريخية ما يؤكد على أن مدينة القدس هي مدينة عربية. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده على نفس القطعة، احنا لسه موجودين مع بعض في السؤال الأول، ثلاث أسئلة، والسؤال الرابع زي ما انت شايف بيقولك أجب عن ألف أو ب. اللي انت الإجابة النموذجية اللي حضرتك متأكد منها جدا هي دي الإجابة اللي انت بتتعامل معها. طيب السؤال بيقول الأول، بيقول ما مكانت القدس في جميع الأديان؟ برضو هنلاقي إجابتنا موجودة جوه القطعة بتاعتنا، المكانة بتاعتها مقتلع نور عين موسى، ما هو قلب عيسى، ومصر ومعراج، قدس الأديان، قبلة الإسلام، معبد الشرق، أروع مدن الكنعانيين، كل ده هنلاقيه مع بعض في الإجابة، وهتلاقينا بنكتبه تاني من جوه القطعة. يبقى إذن ده وارد جدا. عشان كده بنقول إن دايما قبل ما تبدأ تحل سؤال القراءة تحديدا لابد أن تقرأ القطعة قراءة جيدة ومتمعنة، قراءة فهم ومعنى، مش مجرد قراءة بالعين وخلاص. يبقى إذن إجابة السؤال يا ما مكانت القدس في جميع الأديان؟ هي مقتلع عين موسى، وما هو قلب عيسى، ومصر ومعراج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قدس الأديان الثلاثة وقبلة الإسلام الأول. يجي لي بقى في السؤال رقم ب، يجيب لي سؤال برضو مش موجود في القطعة، ولك رفض عمر بن الخطاب أن يصلي داخل كنيسة القيامة، وده مشهد واضح جدا في الدرس بتاعنا. علل ليه عمر رفض أن يصلي داخل كنيسة القيامة؟ ها؟ رفض أن يصلي داخل الآية حتى لا يتخذها المسلمون من بعده مسجدا. إجابة بسيطة جدا، إجابة صغيرة جدا، بتديني درجة كاملة لأنها إجابة نموذجية. رفض عمر بن الخطاب أن يصلي داخل كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون من بعده مسجدا. كده يبقى احنا خلصنا السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني أو القطعة الثانية. القطعة الثانية بتقول وإذا كان اليهود قد نشروا الأكاذيب وزيفوا الحقائق فيما يتعلق بالقدس وحاولوا إقناع العالم زورا وبهتانا بأنهم هم الذين أنشأوا وشيدوا مدينة القدس وأقاموا مؤتمرات واحتفالات ضخمة في الآونة الأخيرة بمناسبة مرور 3000 عام على إنشائهم إياه، بيقولوا أن هم أنشأوها من 3000 سنة. طبعا هذا كذب وهنشوف الأدلة. فإن المصادر التاريخية والأثرية القديمة تكشف أكاذيب اليهود وادعاءاتهم الباطلة بأنهم شيدوا مدينة القدس منذ 3000 عام، والأدلة على ذلك تحكيها فصول التاريخ اللي هو الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه في السؤال اللي اجى في القطعة الأولى. طيب ما معنى أو ما مرادف كلمة بهتانا؟ بهتانا يعني كذبا وباطلا، الكذب والبطلان هو معنى كلمة بهتان. مضاد كلمة الباطلة الحقة والصادقة. الباطلة معناها الكاذب، فممكن يكون الصادقة هو المضاد أو الحق هو المضاد. طب جمع كلمة ضخمة، كلمة ضخمة جمعها ضخام، معنى كلمة ضخمة ضخام. ومفرد ادعاءاتهم ادعاء أو ادعائهم أو ادعاءهم على المفرد. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده. هنا سؤال تقليدي جدا، من الذي أنشأ القدس وما الدليل على ذلك؟ احنا اتفقنا اللي أنشأ القدس هم العرب الكنعانيون. ايه دليلك على كده؟ قلنا انهم انتقلوا من شبه الجزيرة منذ اكثر من في الالف الرابع قبل الميلاد، يعني نتكلم في حوالي 6000 سنة، يعني ضعف الفترة اللي اليهود قالوا انهم أنشأوا فيها مدينة القدس. يبقى الذي أنشأها هم العرب الكنعانيين، وكانوا يسموها أورشليم أو مدينة السلام. طيب نشوف بقى الدليل. وفد الكنعانيون من شبه الجزيرة في الألف الرابع قبل الميلاد، وده موجود في المصادر التاريخية ومؤرخ. وتفرع عنهم عدة بطون، العموريين واليبوسيين والآراميين والفينيقيين، وزي ما سبق وقلنا إن هي حضارات
كانت موجودة في هذا الوقت. طيب السؤال اللي بعد كده، متى أصبحت القدس مدينة إسلامية؟ إمتى ده حصل بالضبط؟ وكيف نعمت بالأمن في ظل الإسلام؟ لو بصينا للسؤال هنلاقيه مقسوم لجزئين، يعني معنى كده أن عندي كل جزء هو إجابة منفصلة عن الجزء الثاني. ونلاحظ في هذا السؤال أن الجزء الأولاني من فقرة موجودة في الدرس، والجزء الثاني من فقرة تانية بعيدة خالص. يبقى إذن مش شرط أن يجي السؤال وحدة متكاملة في حتة معينة، لا، ممكن يجي لك جزئية من حتة وجزئية من قطعة تانية أو من فقرة تانية موجودة في النص في الدرس. طيب نتابع مع بعض ونشوف الإجابة. أصبحت القدس مدينة إسلامية بعد الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب على يد القائد العظيم عمرو بن العاص الذي فتح الشام في هذه الفترة، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. تمام. طيب كيف نعمل بالأمن بقى؟ طيب هنقول في تعامل عمر مع أهلها مبادئ الإسلام السامحة التي لا تعرف التفرقة بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح. ممكن تضيف إجابة كمان، ممكن نتكلم برضو إن في ظل الدولة الإسلامية نعم أهل القدس أو المسيحيين بشكل عام بالأمن والأمان في رحلات الحجة التي كانت تذهب إلى الأراضي المقدسة، وده شكل من أشكال الأمن اللي كان موجود برضو في ظل الإسلام. يبقى هذه الإجابة ممكن تكون لها أكتر من جزئية. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع اللي هو برضو بقى فيه اختيارين ألف أو ب. نيجي لرقم ألف، وزي ما اتفقنا احنا بنحاول نجاوب الإجابة النموذجية اللي تدينا الدرجة الكاملة. ما الدليل؟ يبقى هنا هنتكلم عن دليل. طيب على تسامح الأديان مع أهل الديانات الأخرى، وهنا بتكلم عن الدين الإسلامي لأن هو محور الدرس. طيب أنا عندي أكثر من دليل على فكرة، يعني الدليل هنا أول دليل رحلات الحج للأرض المقدسة في القدس لم تنقطع أثناء الحكم الإسلامي، بل وجدوا الأمن والأمان في ظل الحكم الإسلامي لقرون طويل، وعاشوا مع المسلمين في سلام وأمان. ده ممكن نعتبره دليل. ما أعطاه سيدنا عمر بن الخطاب لأهل القدس في العهد العمري، ده ممكن نعتبره كمان دليل آخر على تسامح الأديان أو تسامح الإسلام مع أهل الديانات الأخرى. الدرس مليان أدلة، بدل الدليل واحد واثنين وثلاثة ممكن تتكلم فيها براحتك جدا وتاخد إجابتك كاملة. ننتقل للسؤال رقم ب، برضو سؤال علل. هنا سؤال بيقول ايه بقى؟ سؤال جميل جدا. كان القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر خطوة لتخليص القدس من الصليبيين، يعني لما مصر تعود للحظيرة العباسية في ظل حكم الدويلات للدولة الأيوبية تحديدا، لو قدرنا نخلص من الحكم الفاطمي يبقى أنا كده هقدر أن أنا أخلص القدس من الصليبيين. طب إيه علاقة تخليص مصر من الخلافة الفاطمية بتخليص القدس من الصليبيين؟ نشوف مع بعض. هنقول ان بالقضاء على الخلافة الفاطمية في مصر قدر صلاح الدين انه يوحد الجبهتين مع بعض، واصبح هو المتحكم في حلقة القوى الاسلامية، وبذلك وضع الصليبيين بين شقي الرحى. اللي هي الفكرة كلها ايه؟ ان في الاول لو نفتكر هلاقي نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي اخذ بلاد الشام، خلاص كده استولى على دمشق. اجا صلاح الدين بعد محاولات هو وعمه اسد الدين شريكو استولى على مصر، اصبح كده الصليبيين محصورين في النص. يبقى كانت الخطة ان انا ازاي احيط بالصليبيين داخل القدس وهاجمهم من كل اتجاه. فهنا زي ما بيقول كده وضع الصليبيين بين شقي الرحى، وبالفعل استطاع ان يستولي على مدنهم الواحدة تلو الاخرى. يبقى هي فكرة وتنظيم عسكري وخطة احكمها نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. طيب ننتقل للفقرة الثالثة أو السؤال الثالث من درسنا الجميل، القدس مدينة عربية إسلامية. يقول الكاتب: منذ ذلك التاريخ أصبحت مدينة القدس إسلامية تابعة في إدارتها طبقا للتقسيم الإداري لجند فلسطين، ووفدت القبائل العربية إلى الشام، ودخلت هذه القبائل في التكوين الاجتماعي للمدن القديمة مثل دمشق وحلب والقدس. الفكرة كلها ان بعد الفتح الاسلامي الكاتب عايز يقول ان اصبحت القدس تابعة للدولة الاسلامية، وبدأت القبائل العربية تهاجر او تفد الى هذا المكان وتستقر فيه، ويبقى لها طابع موجود في المنطقة. فبعد كده ومع مرور الوقت اصبح العنصر العربي الاسلامي هو العنصر الغالب، هو العنصر الاكثر وجودية في هذا المكان بكل ما يحمله من المقومات
الحضارية والدينية. السؤال الأول معاني المفردات. ما معنى كلمة الغالب؟ كلمة الغالب معناها الكثير والشائع. طيب مضاد كلمة تابعة، يتبع الشيء عكسها ينقطع عنه أو يستقل عنه. طيب جمع كلمة جند، كلمة جند مع جمعها أجناد، لأن جندي جنود وجند وجمع الجمع أجناد. المقومات هي الأسس. المقصود بكلمة المقومات هي كلمة الأسس. ننتقل للسؤال الثاني. كيف تدلل على تسامح الإسلام وعظمته واحترامه لأهل الرسالات الأخرى؟ السؤال بيتكرر، لو أنت أخذ بالك معايا هتلاقي أن السؤال بيتكرر لكن الصيغة بتتغير، وده لو أنت فاهم معنى السؤال هتقدر تجاوب وتبقى عارف أن الإجابة واحدة. السؤال ده مر علينا في القطعتين اللي قبل كده، أو في السؤالين اللي في الأول، السؤال الأول والتاني، مر علينا مرتين بطريقتين مختلفتين، ودي المرة الثالثة بطريقة جديدة. طب يا ترى الإجابة إيه؟ نفس الإجابة أو الدليل على التسامح، رحلات الحج للأرض المقدسة لم تنقطع، بل وجدوا الأمان والسلام في ظل الحكم الإسلامي لقرون عديدة طويلة وعاشوا في سلام مع المسلمين. ممكن تكمل برضو وتقول العهد العمري والمبادئ اللي أرساها سيدنا عمر لأهالي إلياء أو أهالي القدس. كل ده إجابات واحدة لسؤال صغته بس بتتغير. يبقى أنا هنا بلعب على قد إيه أنت فاهم السؤال عشان تقدر تطلع الإجابة. ننتقل للسؤال رقم 3. لماذا أصبح العنصر العربي هو العنصر الغالب في القدس؟ ودي إجابة موجودة جوه القطعة طبعا. بسبب بالضبط كده، تمام، الناس متابعة معنا. بسبب وفود القبائل العربية إلى الشام، والتي دخلت في التكوين الاجتماعي للمدن القديمة زي ما قلنا، اللي هي دمشق وحلب والقدس، وعاش كل من بالقدس في أمان وأمن وحب ووئام. يبقى إذن دي إجابة سؤال موجودة أساسا معايا في القطعة، فده مش هيتعبني كتير. ننتقل للسؤال الرابع اللي هو ألف وب، زي ما تعودنا كده مع بعض. ألف وب. السؤال الأول في ألف علل. اتجه صلاح الدين صوب عكا أولا ولم يتوجه إلى القدس مباشرة. سؤال جميل جدا، ممكن يجي بطريقة تانية يقول لك إن صلاح الدين كان صاحب عبقرية حربية. وضح ذلك أو علل. الإجابة واحدة. إيه اللي دفع صلاح الدين الأيوبي أن يتجه إلى عكا والمدن الساحلية أولا قبل أن يتوجه إلى فتح القدس ومواجهة الصليبيين؟ الإجابة ببساطة أن صلاح الدين أراد أنه يستولي على مدن الساحلية الأول. طب ليه؟ قال لك عشان يحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية اللي بتربطهم بأوروبا. يعني صلاح الدين فكر إزاي الأول يقطع الإمدادات سواء من أسلحة أو طعام وشراب إلى الصليبيين، فهو كده يقدر لما يحاربهم يستنزف القوة اللي موجودة عنهم فيقدر أنهم يستسلموا أو تكون هزيمتهم أكثر سهولة. قد إيه صلاح الدين كان عنده هنا فعلا خبرة في هذا المجال. فالإجابة دي ممكن تكون لسؤالين. السؤال اللي قدامنا لو اتجه صلاح الدين صوب عكا أولا، ده سؤال علل أو دلل على عبقرية صلاح الدين الأيوب الحربية. نفس الإجابة بالضبط. يبقى إذا أنت فاهم هترتاح. نيجي للسؤال رقم به، وسؤال ملوش دعوة بالقطعة اللي قدامنا. يقول ماذا تضمنت العهدة العمرية لأهل القدس؟ هو عهد سيدنا عمر بن الخطاب لأهل مدينة القدس، وده كان موجود بعد دخول عمر بن الخطاب مدينة القدس لما استلم مفاتيح المدينة من البطريرك صفرنيوس. أعطى الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إلياء، بص بقى، الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. كده واحد، لا تسكن كنائسهم، جميل، ولا تهدم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم. يبقى هنا سيدنا عمر لما أعطى هذا العهد لم يأتي بهذه المبادئ من تلقاء نفسه، إنما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وبذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب ينفذ تعاليم الإسلام بحذافيرها، فيقول لكم الأمن في أموالكم وأنفسكم، كنائسكم وصلبانكم، لا تسكن كنائسهم، لا تهدم كنائسهم، لا يكرهون على دينهم. فالمبدأ الإسلامي الصريح لا إكراه في الدين، ولا يضار أحد منهم، أي لا يأتي مسلما على مسيحيا ويأخذ منه شيء ليس من حقه. إذن هذه هي المبادئ الأساسية التي وضعها سيدنا عمر بن الخطاب لأهل القدس حتى يضمنون حقوقهم في هذا المكان.
بكده نكون رجعنا مع بعض كل الجزئيات الهامة لدرس القدس مدينة عربية إسلامية. رجعنا أهم الأسئلة اللي وردت بامتحانات السنوية العامة للأعوام السابقة، وأهم الأسئلة اللي وردت في النماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم. بكده نكون انتهينا من مراجعة درس من أهم دروس القراءة، درس القدس مدينة عربية إسلامية. إن شاء الله هنتظركم في لقاء جديد من خلال مراجعتنا من خلال قناة الإسكولة. بكده نكون انتهينا إن شاء الله من درس ومراجعة درس النهاردة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.